أنتقل بك إلى عملك في الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا. حياة مصر كيف كانت تدار السياسة الأمريكية من خلال احتكاكك بصانعي القرار أو اللي بيرتبوا اتخاذ القرارات؟ أنا وصلت أمريكا في خريف بداية الشتاء 99. كانت العلاقة المصرية الأمريكية في نهاية يعني في بداية مع 96 حصل نوع من الخشونة في العلاقة. إدارة كلينتون شعرت أن مصر تاخد مواقف مؤيدة للفلسطينيين أكثر من اللازم وأنها أصبحت مشاغبة أكثر منها مفيدة. في الأول كنا إحنا الطرف الوحيد اللي عمل علاقة مع إسرائيل، إنما بعد هذا فعلى 96 كانوا بدأوا يخففوا في الدعم الاقتصادي لنا. أنا وصلت 99 عايز أوظف الإنجاز السابق وأدير مرحلة الخشونة التي لابد أن تستمر. ليه؟ الأمريكان بيعتبروا نفسهم وضعية مميزة، ما يسمى بالأمريكان إكسبشنزم، ده في ذهنهم تجربة مميزة تعطي لهم حقوق فريدة عن بقية العالم. عالميا المصريين زي ما انت عارف اعتبروا نفسهم أم الدنيا، فأنا لا أنافس أمريكا دولية، إنما شرق أوسطيا لن أنجر ولا وراء أمريكا ولا وراء السوفيت. فده كان بيخلي إيه، هم مش عايزيني أبقى ريادي في منطقتي، عايزني أبقى تابع، وأنا لا يمكن أكون تابع في منطقتي. فهذا الوعي الجديد بعد مرحلة ما بعد كامب ديفيد خلق نوع من الخشونة، وحصل خطأ من ناحيتين. الجانب الأمريكي اعتبر أن أنا أداة في يده لأهدافي، وده خطأ. والجانب المصري اعتمد أكثر من اللازم على فكرة أن احنا كنا أول من عمل اتفاق سلام مع إسرائيل، ولم يغذي بالقدر الكافي فكرة أن احنا لنا وزن إقليمي واسع متعدد، على الرغم من الدور المهم الذي قمنا فيه في موضوع تحرير الكويت.